أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال الأعمال المتميزة. اخترنا لكم اليوم السيد بهاء أحمد، صاحب دينا العالمية للتجارة. أهلا وسهلا فيك. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حابين بداية طبعا نتعرف عنك ونعرف السادة المشاهدين عن شخصك الكريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بهاء أحمد عبد الماجد، سوداني جنسية، مقيم في دولة الإمارات 24 سنة. الحمد لله رب العالمين، والبلد يعني زي ما بيقولوا بلد أمان، وبلد كل التكنولوجيا وكل الازدهار موجود، ولهي يعني ربنا سبحانه وتعالى أعطانا إن يعني إحنا نكون موجودين هنا، وربنا سبحانه وتعالى الله يخلي يعني حكامة ناس فاضلين وناس عادلين. الحمد أكيد. لله رب العالمين. أكيد. حابين أيضا ندخل على الخدمات. نعم. وما شو اللي بتقدمه شركة دينا العالمية كخدمات للسوق والعملاء أيضا؟ نحن بنستعمل الموارد الذاتية الموجودة صناعة الإمارات تشجيعيا كمصنع رأس الخيمة. كويس. بنستعمل ناخذ الادوات الصناعيه بتاعتهم ونحاول نسوقها كمان خارج الدوله. كويس. من ضمن الخير الدوله الخارجيه نحن عندنا دوله افريقيا الوسطى اللي هي كونغو كنشاسا، وفي دوله ثانيه برضو اسمها زيمبابوي. اوكي. من الدول اللي بنتعامل معها، وفي كنشاسا طبعا دوله كبيره هي فيها كذا فروع اللي هي كنشاسا وحتى اسمها برازافيل، وفيه يعني هي بضاعتهم بنشيلها نحن وبنشتريها وبنسوقها منها في صناعة وطنية. كويس. والحمد لله رب العالمين يعني صناعة جودة وفيها ولا سمعتها. أكيد طبعا. أيوة. حتى المصنع ناشونال بينت للصبغ. أوكي. وفي شركات تانية بنتعامل معها كمثل شركة الدانوب. هي من الشركات برضو الرو ماتيريال، من أفخم الشركات الموجودة. أكيد. والحمد لله رب العالمين تعاملوا معنا يعني تعامل راقي، وربنا سبحانه وتعالى يعني بيعطي الإنسان كل ما يجتهد وكل ما يكون صادق وآمن أمين في الوضع ربنا بيعطيه. صحيح. طبعا في ظل المنافسة الموجودة في سوق دولة الإمارات في جميع مجالات العمل لازم يكون عندك شيء مميز يميزك عن باقي المنافسين. شو المميز عندكم في دينا العالمية عن باقي المنافسين؟ نحن الحمد لله وللفضل لله سبحانه وتعالى يعني معاملتنا مع البيزنس عندنا مشقين. الشق الأول اللي هو بنشتغل لصالحنا. كويس. بنشيل بضاعة ونوطيها لأفريقيا وبنجيب بضاعة من برا على هون. يعني أنا كنت مرة اشتغلت في موضوع الفحم الحجري وجبنا باسمش دينا العالمي صدرناه وجبناه هون في البلد والحمد لله. ومن ضمنها الشقة الثاني اللي هو بيجونا أخواننا مع سمعتنا اللي بنطرحها لدول الأفريقية الموجودة أكثر شيء، يعني بيجونا نتعامل معهم نحن نشترون البضائع بتاعتهم ونشحنها لهم ونعمل لهم الإجراءات القانونية كلها اللي هو زي الشحن والأوراق الدوكومنتيشن، ومن ضمنها هي دي شغلنا نحن فيها. يعني ممتاز. لغايه ما الكونتينر بيوصل المينا والبور الموجود ونحن مهمتنا هنا بتخلص. ممتاز. طبعا اعزائي المشاهدين معنا اليوم الاستاذه دينا من شركه دينا العالميه للتجاره العامه. نرحب فيك بدايه في الحلقه، وحابين ايضا ناخذ منك بعض المعلومات على الإجراءات القانونية اللازمة لأنك تفتح شركة في دولة الإمارات العربية. معكم دينا بهاء أحمد من شركة دينا العالمية للتجارة. إحنا نطاق الشركة بتاعنا في الاستيراد والتصدير، ولكن كل شركة لازم يكون عندها مستشار قانوني، وبالتالي برضه عنده دراية بالاستيراد والتصدير والبزنس. في دولة الإمارات وخاصة إمارة دبي من الإمارات اللي بتشجع الاستثمار وبتحس على انه الشخص يستثمر فيها لانه عندها بيئه خصبه، فبالتالي هي يعني وضعت حجر الاساس لاي مستثمر في العالم عايز يستثمر. فانت ما عليك في دوله الامارات الا انه انت تقرر ويكون عندك العزيمه والاصرار وانك تجتهد راح توصل. أكيد. في دوله طبعا. الامارات عندهم حاليا
منصة إلكترونية مرتبطة مع الجهات الحكومية في الاقتصاد في وزارة الاقتصاد. خلال 5 دقائق كل الشؤون القانونية والجهات الحكومية بتكون موجودة، بتقدر أنت تعين بس اللهم نوع شركتك أنت تقررها، إن كانت مساهمة عامة أو إن كانت مسؤولية محدودة أو إن كانت على حسب نطاق العمل، ما عليك إلا أنه أنت تقرر. الحمد لله إحنا في دولة فيها أمن وفيها أمان وفيها استقرار رغم التضخم الموجود عالميا، لكن إحنا في دولة يحلم الجميع أنه هو يعيش فيها. أكيد. شكرا جزيلا. حابين نتعرف عن الهدف والرؤية المستقبلية اللي راسمينها. الهدف الرؤية المستقبلية بإذن الله تعالى أن إحنا دلوقتي شغالين في عملية اللي هو تجارة برضو جزء من البترول في الرخصة موجودة عندنا بإذن الله تعالى، اللي هو أن إحنا نحاول بقدر الإمكان نشيل جزء من تجارة البترول نوديها على الدول الأفريقية موجودة من ضمن السودان. بنحاول أن إحنا يعني بنتهد، الواحد فينا بيتحاول عشان يطور نفسه أكيد. ويتهد يحاول يعمل. الحمد لله في لقاءات مع جهات مختصة على أساس نقدر كيف نتعامل معهم ونقدر كيف نودي المنتج بتاعنا، لأن أنا بحب هنا شغل الإمارات لأن هي بتعتبر زي بلد التانية أكيد طبعاً مع العشرة والأيام اللي عشناها فيها، والحمد لله رب العالمين أعطتنا الأمان يعني والواحد بتخلي الحتة اللي بيكون فيها أمان وفيه رعاية من جميع الشيء اللي نقدر نقوله وبتديك انك تدي الباور انك تبدع في الشغل بتاعك. اكيد طبعا. في نهايه الحلقه قبل ما ننهي حابين نتشكرك طبعا على ظهورك معنا، وحابين ايضا ناخذ كيفيه الوصول والتواصل لشركه دينا العالميه للتجاره. نحن عندنا مواقع في الانترنت موجوده كويس، يعني لو دخلت على جوجل بتقدر تديك معلومه عن دينا العالميه، وان شاء الله في تطورات احسن على اساس ان احنا حندي معلومات افضل وازيد للكاستمر يقدروا يتعاملوا معنا. اكيد. وهذا كله بفضل شيوخنا وحكامنا والامن والامان نحمد الله ونشكره. وبهي المناسبه برضو يعني انا بشكر دوله الامارات ان برضو اعطتنا الفيزا الذهبيه نحمد الله ونشكره. دلوقتي الواحد فينا نحمد الله يعني دي فضل كبير ودي بتدي بوش او بتدي معامله يعني تخلي الواحد يكون مش يشكر الحاجه، يدي إبداع في أمان في خدمة في تكنولوجيا فينا. حتى نحمد الله عندي أبنائي موجودين هنا تربوا هنا وعندي إن شاء الله يعني تشوفوا يعني في نبقة تانية اللي هي بنتي مستشارة قانونية في البلد هون كويس نحمد الله ونشكره، بتحضر في الماجستير في القانون كويس، وما زالت هي كمان بتدعمني في الشغل معي في نفس الشغل على أساس نقوم للشباب يقدروا هم يفيدوا يعني أكيد. المستقبل والبلد. أكيد طبعا. نشكرك مرة أخرى أستاذ بهاء على ظهورك معنا. أعزائي المشاهدين إلى هنا ننهي حلقتنا الأسبوعية مع ضيفنا المميز، تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي أمان الله. شكرا.